ثالثا ما يشير إلى أحداث ووقائع وآيات وقعت في الدنيا طبعا في أماكن في أحوال في أزمان مختلفة وعلى طول التاريخ. أيضا سنذكر العديد من الشواهد وطبعا بالتأكيد وبكل يقين لم نستوفي كل ما موجود. إذن ثالثا ما يشير إلى أحداث ووقائع وآيات وقعت في الدنيا. قال العليم الحكيم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال تعالى هذا الشاهد السابق في سورة هود. وقال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية في سورة الحاقة. وقال تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا في سورة هود. وقال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا سورة فصلت. وقال تعالى يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سورة غافر. وقال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين في سورة يوسف. وقال تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أيضا في سورة يوسف. وقال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. أيضا ملاحظة أتت في ذهني الآن أسجل هذه الملاحظة. أقول لذوي العقول لمن يدعي أنه يمتلك العقل ممن يتحدث بالعقل ممن يتقمص أنه عاقل ومن العقلاء خاصة أتباع المنهج التكفيري أصحاب منهج المغالطات ومنهج الالتقاطية والتشويش والتشويه والمجادلة والمغالطة الجهال المكفرين للمناطق ولأهل الكلام وللفلاسفة وللعقل والعقلاء وبعد هذا يتحدثون ويدعون أنهم عقلاء وأن الدليل والبرهان والكلام يتأصل ويتأسس ويعتمد على استحسانات وآراء عقلية يأتون بها من هنا ومن هناك بآراء واستحسانات واهية جدا. أقول طالوت جنود طالوت عندهم معركة عندهم حرب عندهم قتال عندهم عدو عندهم تجهيز عندهم حالة انذار عندهم مسير عندهم تدريب عندهم هجوم عندهم دفاع عندهم معركة عندهم اقتحام ويوجد نهر. هل يوجد من يأتي بجواب لماذا منعوا من شرب الماء؟ لماذا جيش وماء وجود الماء وعدم وجود الماء ممكن أن يترتب عليه النصر والهزيمة النصر أو الهزيمة. الماء سلاح في المعركة ممكن أن يحقق النصر ممكن أن يقلب
النصر هزيمة ويقلب الهزيمة إلى نصر. لماذا يمنع هؤلاء من شرب الماء من هذا النهر؟ لا نعلم. الحكمة الله أعلم بها، العلة الله أعلم بها. على الجندي الإطاعة، على المكلف الإطاعة، على العبد الإطاعة. لا يدخل هنا التفلسف والمغالطة والسفاهة. هذا أمر الله، هذا هو كتاب الله، هذا هو قرآن الله، هذا هو كلام الله، نسلم بما جاء. ما هي الحكمة، ما هي العلة؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بها. إذن هذا هو الابتلاء، هذا هو الاختبار، هذا هو المحك في معرفة الإيمان الحقيقي. تسجد لي آدم، تسجد لي آدم، أما تعترض أيها التكفيري، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام عن المارقة وعن الخوارج وعن كلاب وخنازير النار وأنجاس وأرجاس النار، سيأتي الكلام عنهم. هؤلاء الذين يعترضون إمامهم، قدوتهم، نبيهم، ربهم، إلههم، يعترض على النبي، على أحاديث النبي، على القرآن، على الآيات القرآنية، على المعاني الثابتة، على الضرورات، كما اعترض إبليس على قضية السجود لآدم. هؤلاء يعترضون على أمر الله، يعترضون على أحكام الله، يعترضون على قول النبي، على فعل النبي، على تبليغ النبي، على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك حاربوا حتى عنوان المهدي، حتى عنوان أهل البيت عليه الصلاة والسلام، فضلا عن محاربة علي سلام الله على علي وفضائل علي ومنزلة علي. إذن ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا؟ التسليم للأمر الإلهي. إذن الطريق الأول أن نعرف تلك السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو السبيل المؤدي إلى الله؟ أتعب، أجهد النفس، أبذل كل شيء وقصارى ما أستطيع من أجل أن أحدد وأشخص الطريق الصحيح، بعد هذا أسير في الطريق. إذن من أين أخذ؟ ما هو المنبع؟ ما هو الأصل؟ ما هو الرافد؟ ما هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن عليك أن تحدد الطريق وتعرف الطريق. اتعب، اجهد نفسك في معرفة الطريق، إنه طريق الآخرة، إنها الحياة الآخرة، إنه الخلود، إنه البقاء، إنه الجنة أو النار. بعد أن حددت الطريق وإمام الطريق والولي في الطريق، تتبع الولي، تتبع الإمام، تتبع العالم، تتبع المجتهد. ونحن في هذا المقام عندما نأتي بهذا البحث وبهذه البحوث العقائدية، حتى يكون كل إنسان على بينة، حتى نعرف من هو المهدي وما هي قضية المهدي. ليست قضية المهدي هي عبارة عن ميليشيات وقتل وتقتيل وإجرام أو أموال ورشا ومناصب وسياسة واحتيال وسرقات وفساد. ليس هذا هو المهدي سلام الله على المهدي. المهدي قدوة، قدوة حسنة. المهدي إنسانية، المهدي عدالة، المهدي رسالة، المهدي جنة، المهدي رحمة، المهدي عطاء، المهدي علم، المهدي إيمان، المهدي تقوى، المهدي إيثار، المهدي إنسانية، المهدي أخلاق. أما أرفع اسم المهدي وعنوان المهدي وأرتكب المحرمات والفساد وأفسد في الأرض، ما هو فرقه عن الذي يحمل اسم النبي واسم الإسلام واسم الخليفة الأول أو اسم الخليفة الثانية أو اسم الصحابة أو اسم أمهات المؤمنين؟ ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا يشوه صورة الإسلام وصورة الصحابة وأمهات المؤمنين والرسالة الإسلامية، وذاك أيضا يشوه صورة الإسلام وأهل البيت والرسالة الإسلامية. لا يوجد فرق بين هذا وهذا. هذا معول يهدم وهذا معول يهدم. هذا يخدم الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت، ولكن يخدم أيضا الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت وأولياء الطاغوت. إذن لا ننخدع بتسميات عنوان مهدي وأتباع المهدي وكتائب المهدي وجيش المهدي وسرايا المهدي وكتائب السنة وأهل السنة والصحابة وأمهات المؤمنين وأهل التوحيد. كلها عبارة عن عناوين زائفة ترفع وتستخدم من أجل
الاسترزاق والاستئكال والخداع والتغرير بالناس. إذن ابحثوا عن الطريق، ابحثوا عن المنبع، ابحثوا عن العلم، ابحثوا عن الحقيقة، ابحثوا عن الطريق النقي الصافي الصحيح العلمي الشرعي الأخلاقي. لا نسير خلف العاطفة وخلف الشيطان وخلف الطائفية والمذهبية والقومية والقبائلية والقبلية. نعم إن كانت هذه العناوين تصب في خط الرسالة الإسلامية وتكون مهذبة للأخلاق وللدين والإيمان وللتقوى، فنحن ندعو إلى هذا، ندعو إلى التمسك بالقومية والقبلية والمذهبية والطائفية إذا كانت مهذبة للإنسان، مكملة للإنسان، مقومة للإنسان في طريق الإسلام، في طريق الرسالة، في طريق الأخلاق، في طريق الرحمة، في طريق الأخوة، في طريق الإنسانية. أما إذا كانت تؤدي إلى طريق الشيطان والقبح والفساد فالأخير فيها. يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا هو الشاهد الذي بسببه أتينا بهذا النص من سورة البقرة.